السلام عليكم، انا سميتي نجوى الاكحل، كنتمي من مدينه القصر الكبير. نهار 3/18 في شهر 5 شفت في مواقع التواصل ان واحد الخبر كيروج انه كاينه فاتحين السبتة، ورغم الظروف اللي كنعيشها ومتع في العائله وعندي واحد المسؤوليه صعيبه، قلت علاش لا انا نمشي ونجرب حظي. مشيت لباب السبتة، اذا بها كنلقى واحد المنظر قبيح بزاف. البوليس الاسباني كيهاجم المغاربه، تكرفص عليهم واحد تكرفص قبيح، بقاو كيرميو علينا بهذيك البولات بواحد التنيسات وكيديروا هذاك مسيل الدموع. المهم المحاوله كانت فاشله، ولقينا واحد تكرفص من عند سباليون، وانا راجعه بحالي للفنادق كنشوف واحد الموقع التواصل، مشيت نلقي الكلمه في واحد الحاله اللي هي كانت بحال انهيار عصبي. المهم كنت في واحد الحاله هستيريه لان كنا طامحين بواحد هذا، فلقيت الكلمه في واحد الظرف اللي هو صعيب، كنت في واحد الحاله هستيريه وقلت واحد الكلمه كتمس المغرب وكتمس جلاله الملك وكتمس جميع اللي الرؤساء وكل شيء. واذا به مي لقيت الكلمه ديالي وليت رجعت لمدينه القصر الكبير، اذا به كنرجع ديك الكلمات اللي قلت، لقيت راسي قلت شي كلمات ما كانش خصني نقولهم، اصلا ما خصنيش نقولهم حيت الملك على راسنا وحامينا وهو السند الوحيد اللي عندنا في الدنيا، الله يخليه لنا ويطول له في عمره وجميع الرؤساء. انا كنأكد السلامه ديالي وكنحضر مليون ديال المغاربه حيت سيدنا على عيننا وراسنا، ما مسنا حتى شي حاجه الحمد لله، بالعكس لاقي علينا. احنا كانت عندي واحد الفكره غلطه، قلت واحد التصريح بان هذوك هما بلاد النصارى، هما المسلمين وحنا بلاد النصارى، كانت عندي هذه الفكره غلطه لان النصارى كيبقاو نصارى وحنا الحمد لله مسلمين. الله يطولنا في عمر سيدنا والله يوقف معاه، وشكرا، وكنتمنى تسمح لنا على هذه الشهاده وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.